السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنى لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، 200 غرام ديال السكر كلاصي، جوج ديال لي ساشي ديال لافاني ورشه ديال الملحه. غادي نحتاجو كذلك جوج الحبات ديال البيض بدرجه حراره المطبخ، دقيق لجمع الخليط، وواحد الرشه ديال الخميره كيماويه. بالنسبه للتزيين غنحتاجو كميه ديال اللوز كونكاسي، غادي نحتاجو كميه ديال الجوز اللي مهرمش غير بالاصابع مع ساشي ديال الكاكاو، غنحتاجو اللوز اللي يكون صحيح ما محمرش، وفيرميسيل ديال الشوكولا. بالنسبه للطريقه، فاول شيء غادي نخوي هذوك لي ساشي ديال لافاني، وغادي نخدم الكل بهذيك لا ماغيس حتى نحصل على واحد الخليط اللي كيشبه لاون بوماد. هاد العمليه هادي ممكن اننا نديروها بلو باتوري الكتريك، غتجينا القضيه اسهل. من بعد ما كنحصلوا على هذا القوام هذا، غادي نبداو في اضافه البيض تدريجيا. غادي نضيفوا الحبه الاولى حتى ندمجوها عاد، باش من بعد غادي نضيفوا الحبه الثانيه. من بعد ما دمجنا البيضه الاولى فغادي نضيفوا الثانيه، وغادي ندمجوها بنفس الطريقه. من بعد ما كندمجوا البيض ديالنا غادي نبداو في اضافه النواشف. اول شيء غادي نضيف 4 معلقة ديال الخميره الكيماويه، وغادي نبدا كنجمع بالدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق فغادي نحتاجوا 600 غرام ديال الطحين، ناقص او زائد 51 غرام على حساب الحجم ديال البيض كيف العاده، وعلى حساب مدى امتصاص الدقيق للسوائل. ما نحتاجش نفكركم بان مني كنبداو اضافه الدقيق نضيفوه تدريجيا، ودائما الخدمه كتكون برؤوس الاصابع باش ما كيتقلصش لينا الحجم ديال العجين فاش كندخلوه للفران. قبل ما كنجمعوا العجين ديالنا تماما فغادي نقسموه على 4 ديال الحصص متساويه. علاش؟ لانني غادي نضيف ليه واحد الاضافات، ممكن انني نحتاج نضيف الطحين ممكن لا. دونك قبل ما كيقصاح اولا كياخذ الكفايه ديالو كومبليتوم، غادي نبدا في التقسيم باش نبدا الاضافات. بالنسبه للجزء الاول غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الطحين وكميه ديال لوز كونكاسي هو باش غادي نسمو. غنبقى في اضافه الدقيق حتى نحصل على القوام المطلوب. كنعرفوا بان العجين ديال الصابلي باش يكون عجين ناجح
هذيك الايد اللي كتكون عندنا ناشفه كنقيسوا بها العجينه، خاص ان العجينه ما تلصق ليناش في يدينا، هكذا كنعرفوا بانها خدات الكفايه ديالها ديال الطحين. دونك هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، عجين رطب ولكن لا يلتصق بالايدي. بالنسبه للجزء الثاني غادي نخليه بدون اضافات، والجزء الثالث هنايا غادي نضيف ليه ساشي ديال الكاكاو امير من بعد ما غادي نغربلو اكيد، وغادي نضيف ليه هذوك القطع ديال الجوز اللي هرمشت بايديا. واكيد الى احتاجنا شويه ديال الطحين ما نترددوش اننا نضيفوه. اذا هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. دائما العجين اللي كنضيفوا له الكاكاو خصو يبقى خفيف بالمقارنه مع العجين اللي باللون الابيض. وبالنسبه لهذا الجزء غادي نزينه بالقليل من الفيرميسيل ديال الشوكولا. بالنسبه للفيرميسيل ضروري يكون في المجمد عاد باش نخرجوه نستعملوه، تو سامبلومون لان الجو سخون دابا، فالا بقينا كنخدموا في العجينه بيدينا كتكون حتى هي سخونه غادي تطلق لينا في العجينه وما غاديش يجي اللون ديالها تيغري كيف ما بغينا. ونفس الملاحظة بالنسبة للدقيق، ضروري نزيد واحد الرشيشة إلا احتاج لنا العجين. دونك هادو هما النكهات باش نكهت العجين ديالي، غادي ندوزو دابا باش نشكلوهم. غادي نبدا باول جزء اللي بالمذاق ديال الجوز والكاكاو، فغادي نشكلو على شكل بودان بالطريقه اللي كتبان لكم في لا فيديو، وغادي نقسمو على عده الاقسام باش يسهل عليا التشكيل ديالو. بالنسبه للطريقه راها موضحه في لا فيديو، كتلاحظوا بانني كنعطي شكل البوده او ميم طون كنحاول انني ندفع هذوك القطع ديال الجوز الوسط ديال العجين باش مني كنقطعو كيجيني لداخل ديال الدائره هو اللي فيه دوك الحبيبات ديال الجوز. هذا هو الحجم اللي شكلت به الفقيقصات ديالي، غادي نحطهم في الثلاجه حتى يبردوا باش نقطعهم. نفس الشيء بالنسبه للعجين اللي بالفيرميسيل ديال الشوكولا، غادي نحربلو بنفس الحجم باش يجيوني هكا الفقيقصات عندهم حجم واحد، وغادي نستفهم في ان بلاطو وندخلهم حتى يبردوا عاد باش نعاود نموديليهم بالشكل النهائي. بالنسبه للشكل اللي خليته بدون اي اضافات، فهذه هي الطريقه اللي شكلت بها على شكل دي بيراميد. كان نحربل العجين ديالي بالشكل اللي كيبان في لا فيديو، وغادي ناخذ قطع ديال اللوز اللي يكون كامل، وغادي نبدا كنستفهم في الوسط ديالو. من بعد غادي نبدا كنجمع هذوك الجوانب بالشكل اللي غادي يعطيني واحد الهرم او ان بيراميد، باش مني نجي نقطعهم يجيني الشكل ديالهم مثلث. الطريقه راها جد موضحه، غير كنبقى كنخدم هذاك الحربول ديالي بواحد الشكل حتى كنسبكو باش كيف ما قلت لكم في الاخير يجيني القطع منين نقطعهم بشكل مثلثات. بنفس الشيء اولا بنفس الطريقه غادي نستفهم في ان بلاطو ونخليهم حتى يبردوا عاده باش نعاود التشكيل ديالهم للشكل النهائي.
من بعد ما كيبردوا ليا لي بودان ديالي فخديت اللي بالمذاق ديال الكاكاو والجوز، غادي تلاحظوا بانني كندوزو في حبيبات ديال السكر سنيده باش يعطيني هذاك ليفي اللي كيكون في لي بيسكوي ديامون مني كيطيبوا. هنا غتلاحظوا بان لو بودان تهرس ليا، عادي غادي نرجعو بكل سهوله وغادي نموضليه ونستفو في ان بلاطو ونرجعو للثلاجة يبات لي ليله كامله قبل ما نقطعو. نفس العمليه غادي نديرها بالنسبه للعجين اللي باللون الابيض واللي ضفت ليه اللوز كونكاسي، حتى هو غادي ندوزو في حبيبات ديال السكر سنيده. بعد ما غادي نكمل العمليه غادي نرجع كل شيء للثلاجه كيف ما سبق وقلت لليله كامله باش كيبردوا، ومني كنجي كنقطعهم كيحافظوا لي على الشكل ديالهم. من بعد ما كيدوزوا لي لي بودان ديالي ليله كامله في الثلاجه، لغد ليه كنقطعهم بالشكل موضح في الفيديو، تقريبا واحد السمك ديال 1 سنتيمتر، وكيجيو على هذا الشكل هذا بحال المثلثات. دونك هذا هو الشكل ديالهم عن قرب. من بعد ما غادي نسالي غادي نستفهم في اللاطه اللي غادي نطيبهم فيها، وبنفس الطريقه غادي نقطع لي بودان اللي عندي كاملين، خصهم كلهم يكونوا في نفس الحجم. فهاد الفقيقسات هادو بما انهم كيتحطوا مع بعضياتهم ضروري ان الشكل ديالهم يكون متناسق. ما نساوش بان العجينه فيها واحد شويه ديال الخميره، وكذلك فيها كميه كبيره ديال الزبده، راه ضروري الحجم ديالهم غادي يزيد يكبر في الفران. من بعد ما غادي نكمل الكميه اللي عندي كلها فغادي ندخلها الفران. هنا الفران انا عندي مسخن مسبقا، غادي ندخلهم على درجه حراره اللي تكون معتدله، العافيه فقط من الاسفل، اللون ديالهم ما خصوش يتبدل مني يطيبوا حتى يعني نحسوا بهم بانهم طابوا وتقرمشوا، ونخرجوهم ونتلاقاو في طبق التقديم. وهادو هما الفقيقسات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل هذا. كتلاحظوا بان اللون ديالهم ما كيتبدلش، يعني كيبقى مفتوح. هادو اللي بالمذاق ديال اللوز الكونكاسي كيجيو على هذا الشكل هذا، فبريس كيبقاو بيضين ولكن راهم طايبين اكيد. هادو اللي بالمذاق ديال الكاكاو والجوز كيجيو على هذا الشكل هذا، وهذاك السكر اللي كندوزو فيه العجين ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا. هادو المثلثات اللي باللوز، وهادو اللي ضفنا ليهم الفيرميسيل ديال الشوكولا. فنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه ونخليكم مع بعض الصور النهائيه.